كيفية تنظيف قطط الشوارع. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبابي الله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح كيفية تنظيف قطط الشوارع. أعزائي، نجلب القطة، نقوم بوضعها بحوض الاستحمام أو بوعاء كبير، ثم نجلب ماء فاتر، ليس ساخن ولا بارد. أعزائي، نقوم بجلب أي نوع من الصابون ونقوم بإضافة التالي حتى نستطيع العناية بها وتعقيمها. نضع أعزائي خل الطعام، ونقوم بإضافة أيضا الليمون أو عصير الليمون، وبعد ذلك نقوم بتنظيفها وفركها بعد خلط هذا المزيج، وحتى نستطيع الحصول على قطة نظيفة بإذن الله. نستطيع تكرار هذا الأمر مرتين أو ثلاثة مرات بعد جلب القطة من الشارع وتحسين هذا الأمر.